اولا نشكر واحد نشكر الجماعه ان شاء الله ونشكر الشبيبه ونشكر سي الصحافي تاعنا الطاهر على النبذه اللي عطاها لنا، ونشكر سي كمال لان هذه ذكرى، وفي الفلسفه يقول لك الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان، شي كي نتذكروه شي زين. حاج محمد ربي يرحمه ان شاء الله بالعباس، او ذكرنا به سي مصطفى بلي عنده جهادين، جهاد الثوره وجهاد اللي ما بعد الثوره، وهو الجهاد الاكبر، وكانت الناس بحاجه بحاجه ليه كبيره، اللي هي في مروحه من الجزائر العاصمه. ربي يرحمه ان شاء الله، وربي يحفظنا ان شاء الله لبقيه المجاهدين اللي راهم بقاو، وراهم بقاو ثاني غير اثنين ولا ثلاثه مجاهدين تاعو المنطقه اللي هي منطقه سد رحال، راهم كلهم سلفوا، ربي يرحمهم ان شاء الله. كذلك وليدات الشهداء راهم بقاو اثنين او ثلاثه. احنا نتمناو ان شاء الله انهم يوثقونا، هذا الاحياء اللي راهم بقاو حيين يوثقونا وثائق رسميه، سواء مع ستار الصحفي او مع المجموعه هنا تاع الشباب، راهم الله يبارك كاين شباب هنا في سد رحال راهم خريجي جامعات ربي يبارك فيهم، راهم يتعاملوا في الانترنت، راهم يتعاملوا، راهم يبحثوا. اشكر ثاني سي بلال، هو راه سي بلال، هو سي بلال راه هو الاستاذ. الحمد لله. سمعني سي بلال راه هو الاستاذ تاعنا، ربي يحفظه ان شاء الله، وربي يحفظ شبابنا هنا تاع المنطقه تاع وليدات سد رحال، خاصه الخريجي الجامعه. انا دائما راني نوجه لهم التحيه الخالصه لخريجي الجامعه، ربي يحفظهم ان شاء الله، وراهم صابرين هنا في المنطقه. الانسان كي يتخرج يتحصل على الماستر تاعو، يتحصل على ليسونس تاعو، ويبقى هنا يبقى قيقابل، ثاني راه جهاد من عدو، راه في جهاد كبير، ربي يبارك فيهم. الجماعه اللي داروا هذه المبادره واعاده احياء ذكرى المجاهد عباس محمد، ربي ثاني يجازيهم خير ان شاء الله، خير الجزاء. واللي ما ذكرناش يسمح لنا على كل حال، انا ما تفكروش كاع الناس. ودائما دائما لولا ثورة أول نوفمبر لم نكن بخير، والحمد لله حتى الجزائر الجديدة برك، حتى الجزائر الجديدة برك راهي دائما ترجع لمبادئ الثورة. وعلى سبيل المثال اختيار رئيس الجمهورية السيد تبون عبد المجيد تبون، اختياره اليوم أول نوفمبر أنه يكون فيه استفتاء، هذا راه راجع إلى نداءات أول نوفمبر، رجع للمجاهدين ورجع لأبناء الشهداء. ربي إن شاء الله يحفظ لنا الجزائر، وربي يبارك في الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الانطلاقة انطلاقة سليمة، وربي يفتح الجميع إن شاء الله، وربي يبارك فيكم إن شاء الله، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة بقيت نتعلم منها.